السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصدقاء؟ اليوم راح نكمل معاكم مشوارنا في لعبة دارك وود اللي جربناها ذاك اليوم، المرة اللي طافت ما أدري متى. المهم إن جربنا الافتتاحية واللعبة صار عليها أبديت من حظي الحلو، إنزين، فصار تصويرها أحسن مثل ما أنتم شايفين، صار تصويرها 4K، و حتى لو تلاحظون الواجهة فوق يسار صارت أجمل، وصار في دعم حق اليد. ف تعال نتعلم على اليد انا وياكم. كنترولز جيم باد يقول لك اكس، اوكي، اكس او 2 ار 1 سكندر اتاك او 2، اوكي تمام. ار 2 اي ثينك، بس خلاص خلاص تمام. او نايس، اظن اني اوكي. اوكي ترانسفر او اوكي. اخذنا معلومات عن الفطر في البيت، كيف تستخدم الفطر في البيت. لحظه خل هذا هني، ليش؟ لان في دريشه عشان ما يدخلون عليه الوحوش من الدريشه هذه، فخلها في مكانه. راح ناخذ نيلز وصوره، صوره الطريق الى البيت. يبدو ان هذا الطريق الى البيت، خل نشوف شلون اطلع. لو مرت عليكم العاب اللي يسمونها سكيب روم، تحس ان هذه اللعبه كانك فعلا داش سكيب روم. عندي هذه الادوات اقدر اسويها، بس ما عندي اي شيء. دوري، اوكي، شنو هذا؟ اربير، اقدر اصلح الباب. تمام، عندنا هذا البيبان كلها مكسره. هل في باب مني؟ هذه دريشه مثل ما انتم شايفين، فنرجع الى الباب مره ثانيه. طبعا صديقنا تعب بسرعة، يبدو انه ليس بشخص رياضي. زين، هذا المكان حق الصخر، ما في اي صخر هنا بالمرة. هذا الول اللي هو اقدر اصلح الول اللي هو البئر، حتى السو اللي هو المنشار نسميه. كونتينر، انا احتاج الى رقم. الرقم هذا انا والله وين القاه؟ لحظة، في هني شيء، بيت صغير نسميه كوربس، في جثة. تمام، اخذنا كل شيء موجود هني. سم نوت، اوكي، يبدو ان ارقام هني يقول لك تير ذا جنريتور بيفور دارك هايدنج، ذا شادوز وونت دو يو اني جود ذير كومينج ايذر. اوكي جميل، هذا المولد اللي طلع. دعست على شو اسمه هذا، مشروم. المشروم سوى لي مشاكل في شخصيتي، فما ادري ايش قاعد يصير. انزين، الخريطه شلون اشوفها؟ الاسهم، اوكي، انا بويزند الون، ما في اي خريطه جنب ستارت. نايس، اوكي، صار عندي جورنال. جميل 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 جدا. هذا الخريطه، هذا اظن هذا انا. يس، انا هني. ففي شيء هني، اندر جراوند انترنس فوق. خلنا نشوف الاندر جراوند انترنس، هذا مدخل تحت الارض. خلنا نشوف انا وياكم، على امل ان نحاش من اللعبه ونخلص من تحدي الصديق الطيب اللي قال لي تحداك تخلصها. ف خلنا نشوف وين ممكن نوصل، ولو انه هو قال لي انت 100% راح تموت في اول تجربه. خل اخذ الفطر هذا المشرومي. يا إلهي، الحقل هذا مرعب. صندوق، يبدو ان في شيء قاعد يمشي من يسار شخصيتي، معنى اخر ورا شخصيتي بالضبط. ف بريد، سكراب ميتال، باندجز والكحول واللانتر. جميل، اظن ان اللانتر مو شغال. يا إلهي، يا إلهي، أوكي، أنا أخذت كل شيء الحين. زين، بنحاش من الكلب، أجلكم الله. الكلب فوق المفروض، فراح أنحاش إلى هل هذا يعني؟ والله نايس، شكل المشروم قاعد يطلع. انحاش، جاك الكلب، الله يكرمكم يا أصدقائي. زين، أنا معاي بلاوي الدنيا، خل أرجع البيت بس.
استنى على الوضع، لان الجنريتر طبيعي انه راح يطفي بعد الليلة الاولى او الثانية. ف لو ان فيه شنطة، اظن في شنطة. اوكي، لحظة، مربع تراك. اوكي، هلا سكر هذا المكان عن طريق استخدام هذا ال شو اسمه، ما ادري شو اسمه، زين. بس المهم هو زين، نقدر نسوي هني باندجز. باندجز اللي هو لزقات الجروح مثل ما يسمونها. خلنا نسوي واحدة. نقدر نسوي باندجز والكحول. الحين الباندجز هذه نخلطها مع الكحول فتصير احسن، نعالج فيها بسرعة. وعندنا الانتيدوت اللي هو مضاد، ناخذ مضاد حيوي. وتشين تراب اللي هو فخ هذا تشين، انزين تشين اللي هو سلسلة، فخ سلسلائي. زين، نبي نصلح، ما نقدر نصلح هني. يقولك سو اظن اني اقدر، يقول كونفرت 20 فيول، في فيول 70 مثل ما تشوفون بالنص، بس احتاج الى خشب، وانا ما عندي خشب. زين لحظة، صح، اللي انا توني حركته وحطيته قدام الباب اظن انه هو الصندوق حقي. زين، فخل اخبي فيه. اوكي، يا الهي، سمعت صوت اللي يمشي. زين، العلاج عندي هني. زين، هذول انا ما بيهم. خلني كذي عادي، ما يضر. خلونا نروح حق الاندر جراوند انترنس اللي هو مدخل ما تحت الارض. خلنا نشوف اذا صدق في شيء او لا. ف كمل دربنا. حلو، الدائرة تخليني انط من السياج. انزين، طق جنب ستارت. هذا انا طبعا، اظن ان هذا انا، لا مو هذا الا والله هذا انا الاحمر. انزين، بس هذا يقولك انه في حقل هني. ف اوكي، في يسار، صوتي يخرع، ماني رايح يسار. يلا سترك. وين مدخل تحت الارض؟ حلو، لوكيشن لقيناه. حلو، هذا فخ وهذا وود لوجز. نايس، اقدر اخذ اخشاء. لحظه، خل اخذهم الحين عشان وودن دور. فتحنا الباب هذا. كوربس، جثه. نفتح الباب هذا نشوف هذا البيت شنو فيه. نايس. ووردروب. سجائر وماتش ستيكس. خلني اخذ هذا الفخ، اظن انه اذا كان عندي مكان اقدر اخذه معي. كسرته انا. الفخ لا يؤخذ فخا، يؤخذ فخا متكسرا. انزين، ف لا لا لا، خله يمكن احتاجه يعني ولا شيء، ف بخليه. انزين، اظن ان هذه غرفة، مو متأكد. اوكي، ما اظن شيء، كنت اظن خاب اظني. انزين، وين المدخل اللي تحت الارض؟ هم قالوا في مدخل تحت الارض، صح؟ يا الصوت القبل. اقدر احرك هذا، شوف شنو في ورا. فطر، انه فطر. خلنا ناخذ الفطر، خلنا نشرب شاي حليب. اوكي، the entrance and the ground tunnels. اوكي، نزلنا تحت. شو شكلي بولودنج على اليمين وعلى اليسار، في اثنين قاعدين يمشون جايين، في عيون قاعد طالعك من بعيد، فالشيء هذا مرعب. تمام، شلون اشغل؟ مو مثلث، اظن مربع. لحظة، ايوه، R2 R1. اوكي، شلون استخدم؟ لحظة شوي بس، يقول لك سيركل فولت موف دوج ريلود انفنتوري جورنال سايكل هوت بار وات ايفر. انزين، والله ما ادري يا اصدقائي، فخل اطق مثلث عشان ادخل الشنطه. انزين،
اقول حق هذه تجي هني واحط عليها. ها بس احط عليها وخلاص. باك او شنطه خل... شنطه شنطه الظهر. نويس عندنا this year's issue 1987 تشوفونها فوق يمين 1987. احتمال ان هذه حق المكان اللي اللي على يمين بيتنا. اوه في شيء فوق شفتوه ظل. زين في بريقين. اوكي يلا ستر. زين شلون اطق؟ اوكي اوه حلو عرفنا شلون نطق الحين. اضرب استخدام اليد. طبعا الصوت مزعج انا اسف على الازعاج ولكن الصوت مزعج. اوكي عاد انا معلي حيل باذني. ف ارمر دور باب. اوكي الباب مكتوب عليه رقم 21 كاني شايف 21 قبل صح. اسف طقيت المايك كسرت صوت في السماعة. رقم 21 شفناها قبل صح في البرولوج اللي هو الفيديو اللي قبل هذا. فنعم look at the handle. يقول لك the handle covered thick layer of dust. مغبرة المسكة فما فتحت لمدة على الأقل أسبوعين. تمام يقول press your ear against the keyhole. حط أذنك على فتحة الباب. يقول قاعد أسمع صوت صوت رياح. واحد قاعد يناديني. أوكي أوكي قاعد أخاف. خل أطالع داخل هذه الفتحة. نقط في ضوء داخل بس هذا اللي قاعدين نشوفه أنا وياكم. تمام ما في شيء. لازم نجيب المفتاح 21. أوه ماي جاد. لا 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 تكفى تكفى أنا أخاف. خل أخذ الفطر لحظة. يلا خل أخاف الحين. يقول لك هذا المكان مسكر. أوه يا الصوت. اوكي يمرني. اوه هذا قلب. سيرج اود ميت كوكيبل واتس اوفر تايم. زين لو اطق مربع اكزامن. لو اطقه اوكي ما يموت. زين اللحم هذا انا شلون اخذه؟ اي انا اعرف شلون اخذه. خلوني اصنع شيء هني. انزين حلو عندنا هذه. خل اصنع هذه. انزين صار عندي فراغ. زين فخل اخذ القلب. هذا يبدو انه قلب. انزين فخل اخذ. هل هذا يعني انه راح يموت الوحش؟ لا ما مات. لا والله بقى حي مثل ما قلنا. ف انا اشوف يبدو اني إيه هذه الجثه انا فتشتها اصلا خلصت. ف خلينا نشوف شنو. يا الهي الصوت. انحش يمين يسار. اوكي هذا الليت. هذه فتشناها. اوه في شيء وراي. اوكي الله ستر نحشنا. خل اسكر هذا المكان. قلنا 1987 المجلة صح. خل اروح البيت نحاول نفتشها نفتح هذاك. كأن الليل خيم علينا. والله ما ادري بس خل اوكي ما راح اجي مني لان في اجلكم الله. يبدو ان في كلب في الجهة اليمنى من والجهة اليسرى في شيء ثاني ما ادري شنو هو. بس خل اروح البيت. هذا البيت اي هذا البيت. اوكي تمام خل اقرب المايك عشان اقدر اسولف عدل معاكم. زين ف تمام خل قلنا 1987. او ماي جاد ما فتح. زين مشكلة. زين خل ادخل الجورنال. اوكي ما اقدر الفهم او اسوي اي شيء لهم. ما في شيء مكتوب هني. فوتو اوف رود ما في اي شيء. تمام هل في رقم مكتوب هني؟ ما في اي رقم. اوكي تمام مشكلة. معاي خشب خلا اصلحه خلا اشوف شنو ممكن يصير. اوه اوكي اوكي اذا عبيت ماي اقدر شو اسمه اسوي هيل.
نعمل شيء طيب. هل هذا يعني اني اقدر انقل شيء هني؟ اوه والله اقدر انقل اقراض هني، جميل. يعتبر مخزن. اوكي فول المكان. اذا هذا الاندرجراوند انترنس، هذا سايلنت فورست، هني غابة، هني ما ادري شنو. انزين ف زين نبي مفتاح، انا ما في مفتاح. خل اروح يمين شوف اذا في صوت كلب، اجلكم الله. خل اغير مساري ببعد عنه لاني انا بصراحة خايف. انحش مني. اوه ايكم شافني الكلب. اوكي هذا في مبنى هنا، في مبنى هنا، هذا سياج. burned houses، بيوت محترقة. اوكي في كلب اجلكم الله داخل هذا البيت. هل في بيوت؟ اوه الكلاب واجد. زين شنطتي وين شنطتي؟ لا ما معي نار. تمام هل هذا شنو؟ هذا فطر. جميل كل شيء متلوث هني. هذه مزرعة الفطر مثل ما شفنا تونا. دشينا القابة، القابة مخيفة حيل. يا إلهي. Entrance to Silent Forest، مدخل الغابة الصامتة. ما أقدر أقفز من، أوكي أقدر أجي مني. هذا شنو؟ صرصور. Metal Door. 2 3 4 6. خل أحط 1987 هني. 2 3 4 6. هل الرقم هذا يفتح لي اللي هناك؟ اللي في البيت. والله ودي ارجع اجرب الامان، انا ترى من الناس اللي عادي اجرب 60,000 مرة ما عندي اي مشاكل. بتدوس على هذا. خلص شاحنيب ما اقدر سولف على راحتي. كم كان الرقم؟ 2 4 5 6 اظن. اوه خلنا ناخذ هذه، حتى هذا خلنا ناخذ هالشي. ما في احد هني، شي هني خلني. لا 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 لا. نتأمل في كلب ثاني هني، يبدو أنه سمع عيال عمه اليمين يبي ينتقم لهم. هذا شنو هذا؟ كأنه في شيء هني، أحد عور أحد، يبدو ذلك مو أكيد يعني. 2 4 5 6 عشان ما أنسى بس. أوكي يبدو أني طوفت الباب. ويني أنا الحين؟ والله ما أدري ويني. خلنا ارتفع فوق، احتمال اني انا هذا البيت. 2 4 5 6 تمام. خل اجي اشرب ماي عشان اسوي هيل. اوكي كل مرة لك شربت ماي وحدة. 2 4 5 اوكي اوكي نوت كول. انا اسكر هذا الباب. ستول. تمام. واردوب. اوكي واردوب بقط فيها شيء. حلو. نور. اوكي اوكي خرعت نفسي بنفسي. اوكي
عندنا سايلنت فورست الانترنس، بيوت المحترقة، اندر جراوند. خلنا نروح شوفني، تعبان خوينا قاعد يستجمعوا ما فقده من اكسجين بعد ركض المبرح. اوكي هذا بحثنا فيه صح؟ ايه بحثنا. اوكي اللي ابي اعرفه شلون اعرف توقيت باللعب؟ يعني هذا شيء غريب يعني حين. اوكي اوه نايس والله المذكرة حلوة. اوه ماي جاد لا 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 لا. اوكي هذا المدخل، لا مو المدخل عفوا يا اخواني، مو المدخل، نبي فوق بعد زيادة. خلوني اروح البروكن تراكتر، هاي تراكتر مكسور، اخذنا منه بطارية و بنزين، ما ادري ايش اخذت منه صراحة، بطارية وبنزين اشياء. يبدو ان الناس صارت تمق. اوه ليه؟ مرحبا اخوي لو سمحت، انا اسف. غير الوجه كله يا حجي، انت حتى هذا شو اسمه مفترس ما تسوى عليه. بيرند هاوس، اوكي البيت المحترق، اين هو؟ يمين يسار، اظن ان مني. سيارة متحطمة. يبدو ان الناس المغرب صارت صح، كأن الدنيا قاعد تظلم. اي مسرتة. اوكي اوكي كتب كتبي كتبلي، لازم نرجع بسرعة قبل لا يصير الليل. ف ركض بكرة ان شاء الله نشوف انا وياكم شنو بالبيت اللي فوق. على من نطلع بشيء. خلصنا من التراكتور حنا. جميل جميل، قاعد استكشف اللعبة معاكم. والله شوفوا اللعبة للأمانة يعني، ترى أنا من الناس اللي أحب اللعبة اللي تقول لك لحظة المولد المولد أكوين المولد هذا بيتي. لا والله مو بيتي. نعش ظلمت الدنيا. لو المزرعة يا رب يمدي. نسيت سالفتي من الخرع ترى، والله نسيتها. يقولك الخبل ما ينسى سالفته، وانا ماني خبل فنسيتها فعليا يعني. يا رب لا لا مو كذي مو كذي مو كذي حجي. خل دراك سكر. حلو خل اسكر هذا الباب. زين هل اقدر انام مثلا؟ ماذا فعلت؟ اوه لازم اطقطق اكس عشان اطلع من هني. اوكي لقد المني بد. زين اوكي والله خفت ان شو اسمه. زين خل اطفي هذا الليت لاني ماني محتاج اظن، عشان عشان اوفر بنزين. هم قالوا ان الوحوش ما يجون في الضوء، فنقعد بالضوء عادي. عندي بطارية، عندي غازولين، غازولين ثاني، عندي ماتش ستيكس، واير، مقدرنا صعب باندجز. اظن اني اقدر اصلح نفسي بنفسي الحين. باندجز طق مربع يوز.
نايس، قاعد اعالج نفسي زين. اوح اساسي تكفى، شو اعرف بنزين لا 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 تكفى، ابي انام. نايت بروتكشن يو ار اوكي، اذا طقيت يمين اقدر اشوف اظن ان والله كأني قاعد اضيع ال خلى شقالة ولا التجربة ما يضر. كأنه في شيء يمين صح؟ لا 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 تكفى يا إلهي، والله لا يقعد عند السرير بندس تحت. لا طفيت الريت. أوه والله الصوت يخرع يا رب سترك، والله اني خايف يا حي. تحرك برا يا الهي، او ماي جاد والله العظيم اللي قال اوح. لا لا تكفى تصفي، ليه ترمش تشوفونا؟ فانا خايف انه في شي برا. زين لحظة خليني اجرب بالماوس، لو تحرك بالماوس اوكي. اظن الماوس احسن تحريك تصدقون، خل العب بالماوس، الكيبورد احسن من يد. اليد شيء متخلف، انا اقدر اسوي كذي زين. اقدر انام، خل انام. يوز باندجز، لا ما ابي استخدم الباندجز. التاب دخلني على الشنطه، خل اتعلم معاكم ازرار الكيبورد. إذا علقت على الماوس عفوا يا أصدقاء، والله إن رقف إني أبى أعرف شنو في برا. خلاص أسكر الباب. تعال تعال يا ليتي المفضل. زين ليه متى يعني الليل؟ كأن الظلام ظلم زيادة عن اللزوم. زين احنا راح نعيش الليلة هذه ونطفي انا وياك، نوقف اليوم هذا على ما نوصل هني ولا هني ولا هني بكرة، لان يبدو ان اللعبة يفضل انها تأخذ على الراحة. خلنا اخوفه، بس هو يخوف. ليش احمر؟ اوكي اوه يس اليوم الثاني. والله فرق الظلام هذا. شنو رجل الذئب هلا والله. شو هني جاية طلقة مع AK-47، كأنه ستوكر. Even from afar I can smell your putrid stench. Be glad I don't have an appetite for carcasses meat. Carcasses meat؟ اوكي ما ادري هذه الكلمة يعني اوكي هو يقصد انا ميت، يسميني ميت اللي هو اللحم. The figure hides its face under the hood. It smells of wet soil and fur. اوكي I know what you're after. I can help you reclaim what you've lost if you help me attend to a certain matter. What do you say, comrade? Comrade. Okay, يبدو أن الأخ هذا روسي. As he leans towards me, I can hear him giggling under the hood. Okay, قرب لي، هو قاعد يسولف الكلام، يقول الكلام هذا، أنه شوف ساعدني وساعدك. أو نعم ساعدني وساعدك.
يقول أنا أعرف أن الشيء هذا راح يكون يعني في مصلحة لك. Before we make a deal, you need to prove that you can do the job. I have no sign for weaklings meet. You follow? Show me what you're made of. Get through to the silent forest. Okay, علمني وين أروح silent forest اللي هي الغابة الصامتة. I think it's so easy. If I were you, I will prepare myself before setting up. Okay, when you get there, you will find me in this spot. Okay, حطالي مكان على الخريطة يقول لي تعال تلقاني داخل السايلنت فورست في هذا المكان المعين. أوكي رسم هذا يقول إن الناس اللي نفسك دائما يجوني زاحفين على أقدامهم. Show item. خل أوري item. أوكي معي itemات أوري اللي هي بلاستيك تشيك اللي تذكرونها البطة البلاستيكية. It is fine. Perfect for a church fair. جميل. كأنه يقول لي ودها مكان كنيسة. انزين. What's that you got there? The wolf snatches the photograph from my hand and studies it carefully. Finally, he snores his thick yellow spit landing in the photo. What? كأن الوسخة تفلأ جلكم الله على. Okay. يقول إن هذا الطريق اللي بالصورة ليس موجود بعد الآن لأن الشجر عاد إلى يعني الشجر نبت فيه. The wolf throws the photo to the ground. Better forget about the road home. Meet around here. All the roads lead to nowhere. Okay, يقول إنه ما في أي مكان ممكن تنحاش له. Gossip. I'd avoid getting into trouble if I were you, or at least until you get a decent weapon. جميل. يقول لي أبي أسولف معه وأحش معه من على أحد فقال لازم جيب سلاح أو شيء عشان نقدر نحش مع بعض لأن الوضع صعب. يبدو أن الريبوتيشن 50 زاد يعني الأيتمز هذه خل أقول له أني I don't want this. أوكي أوكي الريبوتيشن اللي هو 50 أقدر أشتري منه بالخمسين نقطة اللي عنده. Handgun frame. أوكي يقول لك اني اقدر اشتري مسدس مع الميتال بايب. اظن الهاند جن فريم مع الميتال بايب اخلطهم مع هذا يسوي لي مسدس كامل. ف بس والله التكاليف واجد يا اصدقاء. تمام. تول بوكس الوحده بثلاثة. لا ماني بايع عليك ولا شاري. انقلع. مشكور أخوي. أعطاني مكان اللي راح يقعد فيه هو أروح له نتعامل معه. تمام. هذا يعني أن وجودنا هني ووجودنا هني مؤقت لا أكثر ولا أقل. بمعنى أن أوكي راح أقدر أطبخ. ما أقدر أطبخ شيء. تمام. وجودنا وياكم مؤقت في هذه اللعبة. إن ليش؟ لأن النفط راح يخلص. إنزين. الوقت متوقف الحين. إنزين حلو. يعني أقدر أقول لكم كل شيء بيقوله قبل أسكر على راحتي بدل أستعجل. اللي صاير أنا وياكم وجودنا في هذا المكان مؤقت لأن هذا مكان الولف. أوكي. وهذا مكان الثاني. جميل. مثل ما قلت لكم هو يبينا نجي هنا الحين مهمتنا جاية. بس والله ما ادري يا جماعة. وجودنا مؤقت ليش؟ لان الغاز اللي معنا راح يخلص 100% بيوم من الايام. فهو راح يبيع علينا. انزين انا ما بشتري منه غاز. انا ابي اطلع من هذا المكان. فبحاول قد ما اقدر ان اطلع من هذا المكان باسرع وقت ممكن ونشوف شنو ممكن يقول لي هني. اظن ان اذا خلصنا من هذا المكان وصلنا هني راح يرسلني فوق. نخلص من هني راح نرجع الى ونلقى المفتاح رقم 21 ونجيبنا هني. يبدو ان اللعبة كذي. يبدو مو اكيد. فخلونا نوقف هني وان شاء الله نكمل في حلقة قادمة باذن الله في وقت لاحق. يعطيكم العافية على المتابعة وان شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة. See you so soon my friends.